السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل عام وانتم بخير. النهارده هنشرح زراعة اللارنج، واللارنج من الحمضيات الموالح، وهو يعتبر أساس الموالح لأن هو بينزرع وبنطعم عليه الليمون والسفندي والبرتقال وكل أنواع الموالح بنطعم عليه بعد كده، فهو يعني لازم أي مشتل يزرع اللارنج الأول. دي زي ما انتم شايفين كده بذور اللارنج، يعني دي كام بذره انا واخدهم ما كانوش لسه انزرعوا. احنا زرعنا هنا لارنج اهوت، ده لارنج عمره 40 يوم بالظبط، بقاله 40 يوم، فالحمد لله يعني طلع كله اهوت وطلع بنجاح خالص. بصراحه انا ما كنتش ناوي اصور النهارده، بس انا كنت ناوي انضف الاول الحشائش اللي فيه دي وهنضفها برده معاكم، بس حبيت اعرفكم هو ايه ده اللي انا شغال فيه، او اللي انا يعني ايه بنضف الحشائش اللي فيه. فزي ما انتم شايفين هي البذور دي بتنزرع الاول كده، يعني ايه بنفحر كده، انا دولت جايبهم ايه اوريهم لكم برضو من اللي هو لسه ما انزرعش. بنجي عاملين جوره طويله كده وبنحط البذور دي وبنردم عليها خلاص بنغطيها وبندي ميه. بعد 40 يوم بيبدا يحصل الانبات والشغل زي ما احنا شايفين ده، يعني وفي حاجات لسه بتطلع، يعني في لسه يعني زي ما انتم شايفين دي كده اهي، دي لسه بتطلع لان هو ما بيطلعش كله برضه مع بعضه، يعني في دي طالعه بقالها 3 ايام او 4 ايام اهو، ودي اللي طالعه في ميعادها، يعني البذره الخفيفه اللي فوق اللي على الوش بتطلع بسرعه، البذره اللي بتبقى مكتومه او عليها رمل كتير او ردم كتير دي اللي بتتاخر شويه ما بتطلعش على طول. فلازم يعني اي حشيشه غريبه او زي ما انتم شايفين اللارنج يعني هو حوالي 45 يوم طلع بالشكل ده. بنزجي بقى احنا هنا مغطين برمل بس، ما فيش اي تربه ثانيه، فاول ما بنلاقي الرمل نشف بنزجيه، يعني مثلا تقريبا كل يومين بندوا له ميه بحيث ان هو يطلع، بيحتاج درجه حراره، احنا هنا عاملينه في الصوبه، صوبه بلاستيكيه علشان درجه الحراره عاليه فيها، فهو لازم بيحتاج لدرجه حراره عشان يطلع ويطلع كله ايه كويس برده كده. الحشائش اللي فيه بقى والعش الاعشاب اللي بتطلع فيه دي لازم برضو بننجيها وننضفها وبنشيلها خلاص، نطلعها بره الصوبه بحيث ان هي ايه ما تكترش هنا او تجيب له ديدان او تجيب له عفان او تجيب له امراض او اي حاجه. فبنبدا نشيل اي حاجه طالعه غريبه فيه، ما بنسيبش العود اللارنج بس اللي طالع، وبننضف عليه وبنهتم بالري بتاعته. احنا لسه يعني انا لسه جاي النهارده، فزي ما انتم شايفين التربه لسه طريه خالص، لسه حاطين له ميه النهارده. وزي ما انتم شايفين ده بقى لارنج كبير، يعني ده برده في الاصل كان مزروع زي ده كده، بذره برده في الارض كده، بعد ما يبقى مثلا نص متر كده او يعني 60 سم ولا 40 سم بنيجي جايين ملشينه يعني مجلعينه، وبنجي نحطه في الاكياس اللي زي دي كده. ده عمر سنه، ده لسه هينطعم، يعني هو جاهز على الطعمه، يعني هينطعم ان شاء الله في شهر. فاول ما بيوصل يعني ارتفاعه 30 سم 40 سم بنيجي جايين مملشينه وجلعينه، يعني زي كده مثلا، هو ده لسه صغير بس هو هينجح برضه ان شاء الله، يعني بنشد كده كده. لو المجموع الجذر بتاعه طويل يعني زاد على اللزوم بنيجي نقصه منه حته من تحت كده بنقصه او باي حاجه، وبنيجي جايبين الكيس، يعني مثلا هنعتبر ان ده كيس مثلا، بنيجي جايبين الكيس برده مخرمينه من تحت، عاملين له عمليه صرف وعلشان برده الميه اللي فيه تنزل تحت، وبنيجي جايين خرمين كده الكيس وحاطين العود وراكبين عليه وعاطيين له ميه، بيصبح هو العود ده. العود ده بقى يعني ايه؟ ده اللي احنا بنشتغل عليه، بنطعم منه، يعني ده بنطعم ان شاء الله، هعمل لكم فيديو وقت الطعمه عشان يبقى على الصوبه كلها، هعمل معاكم فيديو برضه عليها لما نيجي نطعم ان شاء الله. بتختار هو اللارنج بنطعم في الاكياس ديت عين مش جلا، فبنيجي جايين قاصين الجزء ده كده قبل الطعمه بحوالي 15 يوم او 20 يوم، بحيث ان العود الميه بتاعته تحضر وتتحبس فيه، وان العود ما يطولش بقى، العود يتخن وايه ويبقى يعني حجمه مناسب للطعمه. وبنيجي نطعمه عين ان شاء الله وقت الطعمه، هشرح معاكم الطعمه بالظبط واوريكم يعني موضوع الطعمه ده عملي، لان هو عايز فيديو كامل لوحده. وده ان شاء الله يعني ده عود لارنج، ده بيقبل عليه ينطعم ليمون بجميع انواعه، الليمون اللي هو الاضالي والشعيري والبنزهير،
وبيقبل ان هو ينطعم عليه السفندي برضه بجميع انواعه، البلدي والصين والمركت، وبيقبل برضه ان هو ينطعم عليه البرتقال بجميع انواعه، البصره والسكري والصيفي، والاصل بيبقى الارنج، لان طبعا زي ما انتم عارفين العود الارنج كجذور بتستحمل، ما بيحصلهاش عفن، ما بيحصلهاش نماتوده، بتعيش في الارض يعني مده طويله اكتر من اللي هو الفلك، او اكتر من ان انت تزرع العود الاصل بتاعه. فلازم تزرعوا ارنج الاول وبعدين تقوم. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله قريب على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.